فمما فضل الله من الزمان شهر رمضان، ومما فضله سبحانه العشر الأول من ذي الحجة، وفضل يوم عاشوراء وأياما عدة في العام. هذه حكمة لله وقدر يختار به ربنا سبحانه وتعالى ما يشاء. أيها المؤمنون، ربنا عظيم، ولأنه سبحانه وتعالى فضل ما شاء من خلقه على ما شاء سبحانه، وهو القائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فضل سبحانه بعض خلقه، وفضل بعض الأماكن وبعض الأزمنة، فمما فضل الله من الزمان شهر رمضان، ومما فضله سبحانه العشر الأول من ذي الحجة، وفضل يوم عاشوراء وأياما عدة في العام. هذه حكمة لله وقدر يختار به ربنا سبحانه وتعالى ما يشاء. ولأن لله نفحات وهبات، فإنها أي الأيام الفاضلة هي موئل وموطن ومظنة تلك الهبات والنفحات. في رمضان وفي العشر الأخيرة منه على وجه الخصوص، هي موضع عظيم لهبات ونفحات وكرامات يمنح الله بها ما شاء لمن شاء من عباده. وكذلك الأمر في هذه الأيام التي تغشانا أيها المسلمون، ولأنها مواسم عظيمة، فإن القلوب المؤمنة ترتقبها بشغف، هي تدرك أن الرب كريم سبحانه، وأن الهبات من الكريم عظيمة، وأن الأيام الفاضلة والليالي المباركة هي أقرب لأن تنال فيها النفحات وتكتسب فيها البركات. ولذلك يعد المسلمون هذه المواسم فرصاً، وهي أيام يرتقبونها بشغف وحب، لأنهم يتعلقون بخالقهم لا غير، وهم قد علقوا قلوبهم وحياتهم ومماتهم بربهم مالك الملك. فإذا علموا أن له سبحانه نفحات، وأن له هبات وأعطيات، وأنه يختار بعض الزمان فيمنح فيه من الكرامة والأعطية والرزق ما لا يمنح في غيره، كان ذلك دافعا لهم على مزيد من الطمع والتعلق بما وهبهم ربهم سبحانه وتعالى.